جميل. جينا طبعا في فيديو احنا بنشوفه، وفي كانت عندك رسالة بموضوع التحرش، بنشوفه مع بعض ونبي تعليقك. انت بالاول لبسي عدل صح، وبعدين شنو؟ ما حيتحرش فيك. ايوه. هاي جايز، حابة اتكلم عن الموضوع لان صراحة الموضوع شوي قاطني، مو شوي، وايد. اول شيء انت قلت بخصوص اللي يقولون شباب الكويت يتحرشون، ممكن شباب الكويت يتحرشون، ممكن مرة ثانية تقول المتحرشين خصوصا او بعض الشباب الكويتيين اللي يتحرشون. ثاني شيء كلش ماله شغل اللبس، لان شنو ذنب البنت اللي لابسه لبس محتشم وساتر وسيع، وشنو ذنب البنت اللي لابسه حجاب ونقاب وعبايه؟ وحتى لو البنت لابسه لبس ضيج او مفسخ، لا تطالع في شيء اسمه غض البصر. ولا تقولي والله رايحه مكان كله جاز، رايحه مكان كله شباب، كل مكان فيه شباب، جمعيه، بقاله، مستوصف، ممشى، مول، الشارع، كل مكان فيه شباب وكل مكان فيه بنات. ثالث شيء، هذه ظاهره لا من عاداتنا ولا من تقاليدنا، هذا مرض نفسي واجتماعي، اذا ترضاها على اهلك استمر فيها. الصراحة المشكلة مو من البنت ولا اللبس، المشكلة من المتحرش نفسه. Thank you all for listening. أدري طولت عليكم وبس طلعت كل اللي بقلبي. See you. Bye. جينا، للأمانة أنا هذا الفيديو شفته أكثر من مرة وعجبني وايد. يعني ما شاء الله بنت من عمرك يعني ترد في هذا الموضوع. ممكن نقول الموضوع الرسالة اللي قدمتها أكبر من عمرك، يعني أنت عندك فكر كبير. اليوم إذا بتكلم في الوقت الحالي، شنو الشيء اللي مو عاجبك؟ للحين صراحة التحرش، وان الصبي يتحرش بالبنت ومن هالسوالف، هذا شيء. انت الحين ما حد، امانة انا شفت الفيديو، الله يحفظك، انا اول مرة اشوفه هني، وفيديو حلو، بس هذا الفيديو سابق عمرك وايد جنة. انت بعدك بنية صغيرون، الله يحفظك ان شاء الله. ما في ناس قالوك بابا هذا كبير عليك الكلام، انت ليش تكلمتي بشيء اكبر منك؟ وخالك موجود، خالك محمود، ما قلت لنا هذا الكلام اكبر من سنك، صار هالشيء وهذا، بس لازم هي كيف الناس يتابعونها وشريحه كبيره لازم توصل رساله. صحيح. هو الشيء الغايه من اللي صار كله ان نوصل رساله، وانت الفتره اللي نزل فيها الفيديو كانت وايد زايده الظاهره عندنا. صح. فيعني اوكي صار في حكي، بس وايد عالم ايده وكلامها، ويعني لو تشوف الفيديو عندها وايد ايده وكلامها، عالم ايد كلامها، اي مشاهده اكثر من 300,000. اي وايد ايده وكلامها وتعليقات. انا تعرضت للتحرش، شباب قاموا يتحرشون فيني، حتى لما مثلا مع اهلي مع رفيجاتي قام يصير هالشيء. لو مو صاير فيني كان اوكي ما تكلمت، يعني بس رفعت حق الموضوع شويه، بس لا، يعني انا تعرضت للتحرش، يعني وحاسب كل بنت قاعد يصير فيها هالشيء، يعني اكيد راح تحكي عنه. يعني بالعكس والله هذا يعني يسوي فيك هالسالفه، ومحمود موجود تدري راح يصير فيه مشكله راح يصير فيه. شو تبي تسوي يعني؟ بس يعني هي مشهوره الحين، هي مشهوره، هي مشهوره، فيعني اي واحد يعني. انزين خلت تكلم جنى الحين عن وضعك الحالي، انت الحين وحده مشهوره، بنيه بعدك صغيره، خلينا نحط تحتها خطين، خلينا نقول مثلا شو تعاملين مع الجمهور يوم جالك واحد قالك انا معجب فيك، ك يعني كشغلك كسوشيال ميديا، شو تتعاملين معاه؟ والله راح اقول من طقت انا احب شغلك وكي مدحك، شو تتعاملين معجب في الشغل؟ راح اقول له شكرا ويعطيك العافيه، وراح امدحه من هالسوالف. في حدود يعني بينك وبينه؟ اي اوف كورس. بعد ما خلص كلامه تمشين بس؟ باي، مع السلامه. مع السلامه على المثلي هالحركه.